المسيح ولد فمجدوه، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه. أيتها الأرض، أيتها البشرية، أيتها المسكونة، رنمي للرب، ويا شعوب سبحوه لأنه قد تمجد. هذه أفياء عيد الميلاد المجيد، عيد التجسد. منها وفيها نطل عليكم في هذا المساء من عين على المشرق في حلقة خاصة. نعود إليكم مع الميلاد ومع أفراح الميلاد. أسعد الرب مساءكم وجعله ميلاديا، أهلا وسهلا بكم أحبتنا متابعي عين على المشرق على شاشة نورسات الأردن ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي. نمد أيدينا للمصافحة وللتحية وللتهنئة، فسلام ميلادي عليكم. في الميلاد شجرة وإنارة ومغارة وملائكة ومجوس، وفي الميلاد أيضا أهزوجة خالدة نسمعها تتردد أصداؤها في هذه الأرجاء، ونحن كالرعاة نسمع هذه الترانيم فنفرح، فالأرض كلها تهلل والأرض كلها تسبح، فقد ولد لنا اليوم مخلص، إنه عمانوئيل، الله معنا. من هذه الأرض الطيبة، من أرض الأردن المباركة، وعبر النهر نطل على بيت لحم لكي نهنئ العائلة المقدسة، أمنا العذراء مريم بولادتها، ونعايد على كل الذين سجدوا وما زالوا يسجدون لطفل المغارة، لأنه عمانوئيل، لأنه الله معنا. هذه الحلقة نقدمها لكم من عمان التي تطل على المشرق من عين تحب الله وتحب هذه الأرض وتحب هذا المشرق بشهادة مشرقية مسيحية عربية أردنية، وهي اليوم وفي هذا المساء عمانية تحمل روح عمان التي عرفت وسمعت قبل 2000 سنة تلك الأهزوجة. نصافحكم مجددا ونقول كل عام وأنتم بخير أحبتنا. إذن جئناكم من عمان، وهذه الحلقة هي حلقة للتلاقي وللتهنئة، فكان فيها هذا النبض الأردني الذي يعبر عن حب للوطن وللسماء، عن حب للمسيح الطفل المولود في مغارة. هذه التهاني التي سنتلقاها عبر رسائل أرسلها إلينا عدد من كبرائنا وعلمائنا وأشقائنا وأخواتنا في هذا الوطن على تعدد مناصبهم ومواقعهم، أصروا إلا أن يشاركوا إخوتهم المسيحيين الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وها هم يهنئون وهم يعلمون ويقرؤون ويتلون من آيات القرآن الكريم ما يتحدث
عن الكلمة المتجسد كلمة الله والروح منه السيد المسيح. وفي البداية أرحب في هذا المساء ومن خلال هذا البرنامج أرحب بتلك التهاني وبأصحابها. التهنئة الأولى جاءتنا من العبدلي من مجلس الأمة، يتحدث إلينا دولة رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الأعيان الأستاذ فيصل الفائز. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيش هذه الأيام فرحة حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، وفي هذه المناسبة فإنني أتقدم بالتهنئة والتبريك من كافة أخوتنا المسيحيين في مملكتنا الحبيبة، وندعو الله أن يعيدها علينا وبلدنا ينعم بالخير والأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. إننا نفخر في الأردن بأن أكرمنا الله بقيادة هاشمية كرست جهدها على الدوام من أجل العمل على نشر ثقافة العيش المشترك وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة والدعوة إلى احترام الأديان ونبذ العنف والتطرف، فجعلت من الأردن عنوانا لأخوة إنسانية. لهذا فإننا في الأردن مثلنا الصيغة الأنموذج في التآخي بين المسلمين والمسيحيين، فجميعنا نعيش بروحية التعاون والمحبة والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الهاشمية، وما حققناه في هذا المجال يعد إرثا ومنجزا حضاريا أردنيا هاشميا بامتياز. إننا في الأردن مسلمين ومسيحيين أسرة واحدة وأصحاب هذه الأرض الطاهرة، وسنبقى نواجه التحديات معا ونتطلع إلى الغد المشرق من أجل نهضتنا وعزتنا ومستقبلنا. لهذا فإن عيشنا المشترك خط أحمر نرفض المساس فيه. فكل عام وقائدنا بخير وشعبنا بخير ووطننا بخير. ونبقى أيها الأحبة في مجلس الأمة، وندخل إلى قبة البرلمان إلى مجلس النواب لنستمع إلى سعادة المحامي الدكتور عبد المنعم العودات رئيس مجلس النواب، وهو يرسل لكم تحيته. أتقدم بالتهنئة من إخواننا وأهلنا وكافة الطوائف المسيحية في أردننا الغالي بالتهنئة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وإن شاء الله أنه الله يعيده علينا وعلى هذا الوطن وعلى كل أبناء هذا البلد بالخير إن شاء الله والبركة بإذن الله تعالى. هذا البلد يمثل رمزا من رموز التعايش والتآخي والمحبة التي تجمعنا، وهذا هو يشكل أحد عناصر قوة الدولة الأردنية في مواجهة كل الأخطار التي تحيط بها. مرة ثانية كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله يعيد علينا وأردننا ينعم بالخير والسلام والأمن والاستقرار. عندما عرف معالي الأستاذ محمد داودية عن هذا البرنامج كان جوابه ابشر. ها هو معالي الأستاذ داودية وزير الزراعة والإعلامي والصحفي والكاتب المتألق، ها هو يخاطبكم. بسم الله، كل سنة وأنتم سالمين. أكرمنا الله وتفضل علينا بأن جعل ميلاد السيد المسيح على ضفة النهر الغربية وجعل عماده على ضفة النهر الشرقية. هذه من فضائل رب العالمين علينا أن ولد بيننا السيد المسيح نبي الله العظيم عليه الصلاة والسلام. أهنئ بمناسبة عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة أيضا، أهنئ أبناء شعبنا كله وأبناء شعبنا المهاجرين وكل بني البشر
آملا وضارعا إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون سنتنا الجديدة سنة خير وسلام وحرية وخلاص من هذه الأوبئة التي تتناوب على البشرية. كل سنة وأنتم سالمون. وتهنئة أخرى من وزير من عشيرة المعايطة المهندس موسى المعايطة من الكرك، التي تتلو لنا الكثير من القصص عن الإخاء والمحبة والمودة بين المسلمين والمسيحيين، حتى أن الخوري في أدر كان يطالب بأن يكون من المعايطة مع معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وهذه التهنئة. بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ومولد سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، أقدم أجمل التهاني والتباريك لأهلنا في الأردن، وأيضا لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله بمناسبة الأعياد ومناسبة رأس السنة الجديدة التي نتمنى أن تكون سنة خير ويسر على جميع الأردنيين وعلى العالم أجمع. الثقافة في الأردن لها جذورها ولها تفاصيلها. في هذا المساء يطل علينا معالي الدكتور باسم الطويسي وزير الثقافة ليخاطب الأردنيين من خلال ثقافة أردنية أكدت دوما على موقف هذا الوطن من العلاقة المسيحية الإسلامية، بأننا جميعا متساوون في الحقوق والواجبات، بل نحن إخوة وأهل. مع معالي في كلمته. أتقدم من الأهل والأصدقاء من أبناء الطوائف المسيحية الأردنية كافة ومن الطوائف المسيحية في العالم العربي أيضا بالتهنئة والتبريك بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول السنة الميلادية الجديدة، وكل عام والجميع بخير، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذا العام الجديد عام خير وبركة، وأن يتقدم الأردن بقيادته الهاشمية إلى الأمام، ويسعدنا أن حلول العام الميلادي الجديد يتزامن هذا العام مع انتقال الأردن إلى المئوية الثانية في تاريخ الدولة الأردنية، وهذا يؤكد القيم الكبيرة والعظيمة التي قامت عليها الدولة الأردنية في العيش المشترك والوئام بين الأديان والوسطية والاعتدال، والتي جعلت من المجتمع الأردني والدولة الأردنية أمثلة يقتدى بها في العيش المشترك والوئام، وفي تقديم رسالة حضارية إلى العالم أجمع. كل عام وأنتم جميعا بخير وشكرا. إنه الجنرال الذي عرفناه وكان قريبا من الملك الباني الحسين العظيم طيب الله ثراه، ورأيناه في عدة مواقع يتبوأها، فكان وزيرا للداخلية وقبلها مديرا للأمن العام. إنه الكركي الأردني الأصيل معالي حسين باشا المجاري، الذي أحب أن يرسل لنا تهنئة من باحة مجلس الأمة، حيث يقول أنه يقف إلى جانب مسجد الملك المؤسس الذي يعانق كنائس العبدلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحقبة من الزمن وهي قدوم العياد المجيدة علينا،
أتقدم من إخواني وأخواتي وأهلنا مسيحيي المملكة الأردنية الهاشمية والعالم العربي وأينما تواجدوا. فمن عمان، عمان آل هاشم، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيدنا المجيد، وكل عام أيضا وأنتم بألف خير. وأنا في نقطة الآن حيث يوجد مسجد الملك المؤسس على يميني ويعتنق الكنيسة التي أمامه، فهذا هو الأردن، هذا هو التراحم والتلاحم الديني في المملكة الأردنية الهاشمية. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله نلتقي في العام القادم وتكون الظروف أفضل ونجتمع بدلا عن التباعد الذي تفرضه علينا هذه الجائحة. شكرا. في وطننا الإنسان أغلى ما نملك، وكرامة الإنسان هي كرامة يكفلها الدستور وتكفلها أخلاق الأردنيين، بل قبل ذلك هي كرامة مكفولة من السماء. لقد خلق الإنسان على صورة الله كمثاله. معنا أخت وصديقة وهي ناشطة في مجال حقوق الأشخاص المعوقين، الدكتورة آسيا ياغي، الناشطة والمؤثرة وصاحبة الكلمة والصوت الجدير بالاحترام، تخاطبكم وتهنئ بالميلاد المجيد. ميلاد مجيد، وكل عام وانتم بألف خير وسنة سعيدة على الجميع. بتمنى الصحة والسعادة والفرح للجميع وللأسرة الهاشمية ولجلالة الملك ولأردننا ولأهلنا وأصدقائنا من إخواننا المسيحيين، وإن شاء الله يا ربي تكون سنة سعيدة على الجميع. كل عام وانتم بخير. في فترة الجائحة عرفنا هذا الجهد الكبير الذي قامت به غرفة صناعة عمان التي يرأسها سعادة المهندس فتحي الجغبير، الأخ والصديق، وهو أيضا عضو في المركز الوطني لحقوق الإنسان، عضو في مجلس الأمناء، الذي يتحدث دوما عن هذا التآخي حتى عندما يكون الحديث عن الصناعة وعن حقوق الإنسان وعن الوطن وعن الأمن، دوما يؤكد على أن العلاقة المسيحية الإسلامية هي نموذج وينبغي أن نحافظ عليه. تهنئة سعادة المهندس الجغبير. يعني بدي أغتنم فرصة الأعياد، الأعياد رأس السنة وأعياد الميلاد المسيح، بإني أهنئ وأبارك لأخواتي وأخواني المسيحيين بهذه المناسبة. وأنا حقيقة يعني بهذا البلد الطيب بعتز بالتآخي والتعايش الرائع اللي أنا أعتقد وحدة الأردن وحدة من الدول اللي طول عمرها بتشهد هذا التآخي وهذا التعاون وهي الخوة بيننا وبين إخواننا المسيحيين. فكل عام وأنتم جميعا بألف خير، وهذا الوطن بألف خير، وقيادته بألف خير. في الأردن حزب اسمه حزب الوسط الإسلامي، يقترب هذا الحزب من كل مكونات مجتمعنا ومن كل الفئات، وهو قريب من المكون المسيحي، ويعتز بأن صداقات عديدة تربط منتسبي هذا الحزب مع إخوتهم المسيحيين. الأمين العام لهذا الحزب
سعادة العين مدلة الطراونة الكركي الأردني أصدر بيانا يهنئ فيه باسم حزب الوسط الإسلامي الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويتصل بي بالأمس ليؤكد هذه الحقيقة واعتزازه بالإرث المسيحي الإسلامي في التآخي في الأردن. سعادة الأستاذ مد الله الطراونة أمين عام حزب الوسط الإسلامي يصر أن يهنئ مشاهدينا ومتابعي نورسات. أهلا وسهلا. باسمي وباسم أعضاء المكتب السياسي وكوادر حزب الوسط الإسلامي في كافة مملكة الحبيبة نبارك للإخوة المسيحيين أعيادهم المجيدة، فهم من نبت هذا الوطن، بنوا هذا الوطن، ولهم منا كل التقدير والمحبة في هذا الحمى العربي الأصيل بقيادتنا الهاشمية، ومبارك أعيادكم المجيدة. من أجمل ما يمكن أن يقال عن أجهزة الأمن في الدولة الأردنية أنهم جميعا ينضبطون ويحملون أخلاق الجندية الفروسية، أخلاق القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله. معنا صديق جنرال المعي عطوفة اللواء الفاضل فاضل لحمود الأردني السلطي الذي كان مديرا للأمن العام. سعادة العين فاضل لحمود يهنئ بالميلاد ويبارك لإخوته المسيحيين. أهنئ الأخوة والأخوات بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، داعين الله أن تكون هذه السنة الجديدة إن شاء الله سنة خير على جلال سيدنا ووطننا وشعبنا. قبل أيام كنا في جبل الويبدة، كنا في هذا الجبل الذي شهد نشأة عمان وفيه الكثير من المعالم، فيه أم الكنائس التي تحتضن صلواتنا وعبادتنا والجالسة باعتزاز وحب وخشوع إلى جانب الكاتدرائية الأولى في عمان فيلادلفيا من القرن السادس الميلادي. كنا قبل أيام بمعية عمدة مدينة عمان معالي الدكتور يوسف الشواربة الذي أضاء شجرة الميلاد لعمان عاصمة الوطن وحاضنة عرش عبد الله، ها هو يخاطب سكان عمان الجميلة، بل يخاطب كل إخوته المسيحيين والمسلمين على امتداد الوطن. عندما تتحدث عمان فعمان تتحدث بنفس أردني مع معالي أمين عمان وعمدتها الدكتور يوسف الشواربة. بمناسبة الأعياد المجيدة بشرفني أن أتقدم باسمي وباسم زميلاتي وزملائي أعضاء مجلس أمانة عمان ومنتسبي أمانة عمان وأهالي عمان جميعا إلى إخوتنا أبناء المجتمع الأردني المسيحيين مناسبة الأعياد المجيدة. نسأل الله أن يعيد علينا جميعا وعلى الإنسانية جمعاء هذه
المناسبة وقد تجاوزنا الظرف الاستثنائي والظرف الوبائي الذي شهده العالم كله. حفظ الله الأردن، حفظ الله قيادته الهاشمية، وحفظ الله أبناء المجتمع الأردني الواحد، وكل عام وأنتم بألف خير. معالي الأخت ريم أبو حسان كانت وزيرة للتنمية الاجتماعية، وهي تحرص على أن تقترب من كل ما يهم الوطن، فتبوأت موقع مسؤولة حساب همة وطن الذي كان ثمرة لنخوة الأردنيين خلال فترة الجائحة في فترة الوباء الكوروني، ولكن ها هي تطل علينا وهي التي تحرص أيضا على أن تكون الأقرب إلى أخواتها نساء الأردن، وكذلك هي أخت الرجال فتحب أن تخاطب إخوتها المسيحيين في عيد مولد أمير السلام السيد المسيح له المجد، مع معالي الأستاذة ريم أبو حسان. باسمي وزملائي وزميلاتي في لجنة إدارة حساب الخير صندوق همة وطن، أتقدم من شعبنا الأردني العظيم بأجمل التبريكات والتهاني بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية، ونتذكر دوما أن الخير فينا فنحن أهل الخير، وبإذن الله دائما نكون قادرين على أن نطور بلدنا الغالي. المركز الوطني لحقوق الإنسان هو هيئة وطنية ومؤسسة راسخة أسست عام 2006 بإرادة ملكية، فهي من إنجازات عهد عبد الله الثاني أيده الله. يحرص هذا المركز على أن ينشر ثقافة احترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته، ولا يتوقف عند رصد المخالفات، بل يسعى أيضا إلى نشر هذا الحب وهذه المودة بين أبناء ومكونات شعبنا الأردني. يرأس مجلس أمناء هذا المركز سعادة الدكتور الحي الغرايبة، الذي نعتز به وهو ينتقل بهذا المركز إلى مراحل يحرص من خلالها على إنجاز الجديد لخدمة الإنسان في وطن يحب الإنسان ويحترم الإنسان. الدكتور حي الغرايبة كان بصوته الواثق كان دوما يتحدث عن التآخي، وهو أحد العلماء الأساتذة في الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية. ها هو يصافح ويهنئ بعيد ميلاد مخلصنا وفادينا. بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، نتوجه بالتهنئة والتبريك إلى سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وإلى الشعب الأردني كله مسلمين ومسيحيين، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الإنسانية جميعا بهذا العيد، ونرجو الله عز وجل أن يعيده علينا وقد تخلصنا من كل البلاء ومن كل الوباء، وأن تكون الأمة موحدة على قلب رجل واحد، وأن تعيد بإذن الله أرضها ومقدساتها بإذن الله تعالى. من المفرق المدينة التي عرف عنها
بعد أن نشأت في القرن الماضي، نشأت عند أطراف البادية الأردنية في الشمال. هذه النشمية الأردنية من بني حسن، سعادة النائب السابق الأخت الدكتورة ريم أبو دلبوح، أيضا تتحدث عن تاريخ في المفرق دوما، وعن تآخي، وعن الاقتراب ما بين المسلمين والمسيحيين، خاصة وأنها كانت قد درست في إحدى مدارسنا في المفرق، وهي الآن عضو في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وكانت لدورتين عضوا في مجلس النواب، وفي الدورتين كانت رئيس لجنة المرأة مع سعادة الدكتورة، دكتورة الحقوقية والقانونية ريم أبو دلبوح. طبعا نهنئ بمناسبة عيد ميلاد المجيد هذه المناسبة المباركة جلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم والشعب الأردني، الأخوة طبعا المسيحيين ومسلمين أيضا بمناسبة قدوم العام الجديد، إن شاء الله الجميع بألف خير، وأردننا وطننا الغالي بألف خير، ويعم السلام والخير والأمن والبركات على الجميع، وإن شاء الله دائما أردن الإنجاز، أردن المؤسسات، والأردن إن شاء الله بي يعني قريبا نتخلص من هذا الوباء، والألف نعمة وخير، وكل عام والجميع بألف خير إن شاء الله. عند أطرافي حوران، وعند الأرض التي تقترب فتصل ما بين الأردن وسوريا، في لواء الرمثة، اللواء الأشم الذي نحب، يأتي صوت لأحد إخوتنا النواب. هذا الصوت يأتي معه أكثر من 14,000 صوت صوتوا له في الانتخابات الأخيرة. يأتي إلينا سعادة النائب خالد أبو حسان ليهنئ ويبارك ويصافح المعيدين لميلاد المخلص يسوع المسيح، النائب خالد أبو حسان. كل عام ووطننا بخير، كل عام وسيدنا بخير، كل عام والأسرة الأردنية كافة بألف خير، كل عام وأخواننا المسيحية بألف خير بمناسبة أعيادهم المجيدة، وإن شاء الله العام القادم بنعاد علينا بالصحة واليمن والبركات بإذن الله تعالى. أحبتنا متابعي عين على المشرق، نقول في الميلاد الكلمة يتجسد، والمحبة تتجدد، والسلام ها هو يصبح ممكنا من المغارة. في الميلاد نقول أننا عاينا ورأينا حدثا عظيما، إنه أقدس ميلاد في أصغر مغارة، إنه الميلاد العجائبي الذي شهدته بيت لحم، وسمعت ترانيم وأناشيد جوقة السماء آذان الرعاة. في الميلاد أيها الأحباء الذي قام بالتبليغ عن الولادة وسجل واقعة الولادة للبشرية كان الملاك. لقد ولد لكم اليوم مخلص، ففتح لنا عهدا جديدا
هذا العهد هو عهد الحب والسلام، والمحبة لا يمكن أن يقوم بها إلا أولئك الشجعان، إلا الذين آمنوا بالمغارة، بطفل المغارة الآتي حاملا رسالة المصالحة والحب. إنه الميلاد، في الميلاد نصنع السلام وننشر الحب، في الميلاد يصبح الذين يصنعون هذا السلام مستحقين لأن يقال عنهم طوباكم. في الميلاد نشكر كل الذين ينتمون إلى سلالة الحب الكريمة، فهؤلاء يهنئون ويباركون ويحتفلون. هؤلاء تعلموا ألا يبغضوا إلا البغض، وأن يحبوا الله وأن يحبوا أخاهم الإنسان. في الميلاد نتعلم هذا الدرس، وفي زمن الجائحة يصبح الميلاد وما أعطاه لنا لقاحا وعقارا يمنع نشر البغضاء التي هي وباء ومرض في هذا الزمن الذي يقال عنه زمن كوروني، وباء الفيروس الذي يهاجم الأنفاس ويكره ويهاجم النفوس. كم نحن بحاجة إلى الميلاد، إلى روح المغارة. من عمان أحبتي إخوتي متابعي عين على المشرق، نصافحكم عن بعد مجددا ونقول معا بأننا نحن نعتز ونفخر بأن ولد لنا اليوم مخلص، وأننا ننتمي إليه. فهويتي في الإيمان هي أنني أنتمي إلى طفل المغارة، إلى المسيح. أنا مسيحي. من عمان نرسل رسالة حب إلى كل أهلنا، إلى كل إخوتنا، وهذه تحية وتهنئة معكم ولكم وبكم ومنكم. أنقلها أيضا إلى إخوتنا المسلمين، بدءا بقائد البلاد الذي صافحنا جميعا وعايدنا جميعا وهنأنا جميعا، هو وولي عهده وأجهزته الأمنية، هؤلاء الجند الذين حرصوا على أن يكونوا معنا لأنهم أحبوا الوطن وأحبوا السيد المسيح وأحبوا السماء. نهنئ ونبارك، وإلى لقاء قريب معكم. المجد لله في العلا وعلى الأرض، أرضنا نحن أيضا وبالأخص في هذا الوطن. السلام، وفي الناس المسرة. كل عام وأنتم بخير.